الشرح اللي غنقول لكم هو بعدد كبير عاود ديال الاخوان كيقولوا سي محمد كيفاش غنطفي انا البوكس. انا غنعمل لكم معكم كمثال. دابا هاد البوكس هادي في الباور، في الباور انا غادي نشوف، غادي نجيب انا هادي، نجيب هاد البوكس، غنعمل معكم واحد التجربه على المباشر. بغيت نعمل واحد القضيه، واحد الحاجه بزاف ديال الاخوان كنقول سي محمد ما عرفتش كيفاش نطفي انا الكوبرا، ما عرفتش كيفاش هذا فوالا. باش كيفاش تطفي الكوبرا راه ساهله، قربوا هيدا باش تبان. باش كطفي الكوبرا ديالك دير ليها مثلا غودي ماغي ولا هذا مثلا، تقدر ديرها كتجي هاد البوطون هادي وكتضغط واحد الضغطه مطوله مطوله، يعني خلي يدك عليها هكا، غتلاحظ هنا في الجنب راه لهي غتخرج لك واحد القائمه، لاحظتوها في خرجت ها هي، فيها ايتاندغ يعني انا غنطفيه، فيها غو ديماري يعني غادي نعيد الشغيل، وفيها كابتور ديكرون يعني نقدر نشد الصوره نعمل لها كاتشاب يعني كنصورها. فانا غنعمل له غو ديماري، بغيت نطفيه مثلا غنعمل له ايتاندغ، هو غادي يطفى هاد المره غادي ها هو يعمل لك ايتاندغ غيطفى بالكامل. دابا حاليا طفى نهائيا بهذه الطريقه. هادي ديروها الاجهزه ديالكم. الناس اللي كيقول لك انا سي محمد كنبرك ما كيطفاش، وعاد هذه راه كتخدم بالانفراريد ماشي بالبلوتوث، انفراريد اوكي. هاد البوطون هادي حسبوها خدامه غير بهذا النظام هذا، يعني خصها تكون موجهه للبوكس، هادي خصها تكون موجهه. الا درتيها مورا التلفزيون لا، هنا في هذه اللحظه هادي الاخوان غتشاهدوا بان الكوبرا اجي لا كتولي دايره لا لومب روج، لا لومب روج. دابا هنايا كوبرا ناعسه، ناعسه دابا غنفيقوها بواحد الضغطه من هذا الباور هذا نعملو لها وغتولي بلو كالر. ودابا هي غادي تديماري معانا من جديد، لاحظوا لان ستان غو ديمار ستان ديماراج حاليا. وغنوري لكم دابا شويه كبيسو كبيسو كبسوا ولا تحبسوا، غنوريكم واحد الطريقه كيفاش تطفيوها، يعني مثلا انت غير غادي لهنا ولا غادي تطفيها يعني سهله باش تشعل معك دغيا. دابا بحال اللي لاحظوا يعني انا كيشنو درت ليها، لاحظوا راه كديماري من جديد بحال اللي عملت لها غو ديماري، انا عملت لها اغيتي ومني شعلتها عاد كتخدم، يعني في ديك اللحظه كانت طافيه نهائيا. انتي ما كيشرحوا لكمش تحط 350 درهم و440 و400 ما كيشرحوا لكمش هذا الشيء، ملي كتعيطوا لهم ما كيفهموكمش هذا التخربيق. صافي هي شعلات. دابا انا علاش رودي ماريت طفيتها باش نشوف هاد السوب تي في اسكو سافا دون، واش غير طلقوه ولا مازال. الشرح اللي غنقول لكم هو بعدد كبير عاود ديال الاخوان كيقولوا سي محمد كيفاش غنطفي انا البوكس. انا غنعمل لكم معكم كمثال. دابا هاد البوكس هادي في الباور، في الباور انا غادي نشوف، غادي نجيب انا هادي، نجيب هاد البوكس، غنعمل معكم واحد التجربه على المباشر. واخا نغطيها انا بهاد الكاسكيطه هادي، غنغطيوها بهاد الكاسكيط، غنغطي ديك لا لومب ديالها. اذا انا غطيتها فهمتي، راه ما عرفتش واش كيتبان معاكم، راهي مغطيه. غنحاول نطفيها، غنحاول نطفيها. راه هي البوكس اجي باش تفهموا مزيان، ها البوكس غطيناها، ها هي، ها هي كيبان معاكم هادشي، ها هي هنايا غطيناها. غنحاول نطفيها. التليكوموند هادي راها بلوتوث، دابا هي مبغاتش تطفى معايا، ولكن تنف معايا بالدروس هادي الدروس تحال 350 شوف شوف البوكس كتحكم معايا، يعني البوكس الريموت مشبوكة بالبلوتوث، ولكن ما كتبغيش تطفى لي. دابا كنبغي نطفيها والو، غنعمل ضغطة مطولة ديال قبيلة والو، نادا والو. اذا هاد البطون اللي قلنا هادي عندها علاقه بالانفراروج، يعني انت الا عندك لا بوكس، نحيدو ليها دابا الكاسكيطه دير ليها الكاسكيط، الا عندك لا بوكس كديرها مورا التلفازه ولا هذا راه ما غطفاش معاك. اذا خصها تكون اون فاس، ها هو الانفراريد، ها هو. اذا خصها تكون دائما اون فاس. دابا حاليا الا جيت نطفيها غادي نتكي عليها بوم طفات صافي، ها هي طافية دابا.
دابا طفيتها، يعني كنخدم حتى ملي نبغي نشعلها دابا هيدا ما غاتشعلليش، ما غاتشعلليش حتى خصني ندير ليها انفراريد عندها غير في الشعيل. دابا حاليا هي غاتشعل، وملي كنطفيوها من البوطونه هادي هكا كنطفيوها ما كتطفاش كامله، يعني كتبقى اون ستاند باي، يعني غير هي مطفيه ولكن الشاشه سوداء. نعمل ليها كتشعل في البلاصه، غير كنتكي عليها كنشعلها كتشعل معايا في البلاصه، لحظه شعلت كما كانت كما خليتها في اي تطبيق خليته كنلقاها شغاله. دونك هذه الطريقه باش كتقدروا تطفيو هذا البوكس. عدد الدراري ديال الاخوان كانوا كيعيطوا لي السي محمد اش كنقول لكم الدعم شحال من مره، ولا تيليكوموند مثلا باش شحال من واحد كيقول لي السي محمد وانا ما بقاتش كتخدم ليا بلوتوث، ما كتخدم لياش بلوتوث، فكتعاود دير ليها بيرينغ بهذه هيستوري وانفو، هادو كتبقى ضاغط عليهم هيدا بقى ضاغط واحد 5 ولا 10 ثواني هكا كيخرج معك هاد هاد لا لومب هادي اوتوماتيكمون هي غادي تكونيكتا معك بطريقه سهله جدا، غاتكونيكتا معك يعني عاود ضغط غير على هاد الجوج هذا اللي كاين سهل سهله مهله. بعد مرات كان كتفي لي بولا زرقاء على شحال عاد بات كتشعل. لا دابا هذا كي انديكاتور وصافي، المهم غادي تتبع الطريقه هذه بها كتطفي. هاد التليكوم شحال من راجل كيقول لك ولا ما كيقلبش، هذا ديما استخدموا الحجر مزيان يا الاخوان، ديروا ديروا شي حاجه مزيانه تكون الكالين فهمتي. وهذه عاود واحد عاود رساله من بعض الاخوان شحال كيقول لك السي محمد ما لقيتش الحجر، شريتها من عندك السي محمد وما لقيتش الحجر، ما كيجيش فيها الحجر، يعني هادو ما كيجيوش مع التليكوموند، ما كيجيوش في لابوات لي بوكس اندرويد كامل ما كيجيوش فيهم، كامل ما كيجيوش فيهم. المي بوكس، مي بوكس مثلا هي مي بوكس، المي بوكس ما كيجيش فيها، ما كيجيش فيها الحجر نهائيا، ما كيجيوش فيها الحجر. الفاير ستيك نعم، الفاير تي في فيها كيجيو معها جوج حجرات ديال الفاير تي في، هذا لا ما كيجيش فيها الحجر، يعني كاين بعض لي بوكس ما كيجيوش فيهم الحجر. وواحد الحاجه حتى بعض لي بوكس اللي كتشري ولا لي ريسيبتور داك الحجر غير اللي يجيكم سيبوه لوحوه، هذاك ماشي تستخدم، هذاك دايرينو للتجربه مع كيبقى في الهونغار كيبقى في ستوك كيبقى هذا كيبرد. يعني اي واحد شريتي شي نعطيها لك من هنايا ديوها قاعده، اي واحد شرى شي برودوي داك الحجرات ما تستخدمهمش تسيبو، شحال كيديروا الحجر، شري ديوراسيل شري احسن ماركه وها هي تما معاك وما غتسببلكش اذى، لان هذوك ديك الحجر شي في الشينوا غير كيصايبهم وصافي كيزيدوهم لك في الباكيج غير باش تجرب، كاين اخر كيجي كيعمل له ديك الحجرات وكيخليه تما مع المدر غيترزاو لك لي ريموت، غادي يبقاو يمشيو لكم لي ريموت فهمتي، الا نسيتو هذا بحال دابا نقولوا هذه ديال لي ريموت مثلا الا خليتي تقدر تمشي لك فهمتي من هنا ولا كتطلق واحد لاسيد، تطلق واحد الاسيد الاخوان. واحد الحاجه ملي ضغطنا قبيله لاحظوا دابا حاليا نفهمكم واحد الحاجه اضيف الى معلوماتك اخي الكريم وكبيزو من عامكم هادشي من بعد هانتوما عارفين دواعي الحقوق وصافي. دابا لاحظوا شنو وقع، شنو وقع قبيله ملي ضغطنا ولات لي الريموت خدامه انفراريد ومشى ليا البلوتوث. هذه كتوقع لكم، هذه اللي كنقول لك اخر والسي محمد ما خداماش معايا وما خداماش معايا، ها اضيف الى معلوماتك واضيف الى معلوماتك الناس اللي كيبيعوا 250 و 350 ولا داك صحاب 400 وهذا. اسمع اسمع اسمع، حاليا مشى لي البلوتوث، يعني فقدت البلوتوث ملي ضغطت انا على هادو قبيله اكسبري باش تشوفوا بانه هذه الطريقه اللي كنشبكوها بها. دابا كي شنو غادي نديروا، اشنو غنديروا باش نرجعوها بلوتوث؟ اللي غادي نعملوا حاليا البوكس كتحكم انفراريد، لاحظ دابا انفراريد تقالت ليا البوكس، تقالت البوكس ما بقاتش كتحكم بواحد الطريقه مزيان. اذا غادي نمشي نغيكلاج، نمشي بارامتر، راه بارامتر ما تبعوا معايا، تبعوا معايا بارامتر، وكننزل بلوتوث، بلوتوث، وغنمشي غنجبر هاد كوبرا ار سي هنايا
ولكن ما مكونيكتيش، شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل بير نيو ديفايس بلوتوث، بير نيو ديفايس فرنسي مارش مهم، وغنعمل عليها اوكي، وغادي نضغط جوج ديال المرات هنا ها حتى تولي هذه كتعلمني. وهاد المره غتلاحظوا كوبرا ار سي كونيكتد، ما عرفتش واش كيبان لكم دابا حاليا هنا هالبوكس ديالي كتحكم رجعت بلوتوث، يعني انا كنتحكم كيما بغيت دابا بلوتوث، هالبوكس دابا رجعت سريع فهمتوني، انا رجعتها دابا نقدر البوكس لهنا، ولكن انا اون فاس ما فينا كان ما كاينش مشكل.